أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكا. زي ما احنا شايفين يا جماعة، ده ريموت متعدد بيفتح جميع أجهزة الريسيفرات، وبيفتح كتير من أجهزة أجهزة التلفزيونات، وممكن يشتغل على بعض الأجهزة اللي فيها بتستخدم في الريموتات، ممكن في أحيانا في مراوح جربناه في حاجات كتيرة اشتغلت. حل يا جماعة مشكلة الأجهزة اللي ادمت خالص وبطلوا ينتجوها، أو ضاع الريسيفر، ضاع الريموت ومش عارفين نشغله أو نعصر على الريموت بتاعه. نفس الحكاية بالنسبة للتلفزيونات، تلفزيونات قديمة بطلوا أجهزة قديمة مش ملاقيين لها ريموت، أجهزة جايين من جاي يعني جايبينها من برة مثلا من أي دولة عربية أو أوروبية وغير متواجد الريموت بتاعها. الريموت ده أصلا يعني أساسا معمول للأجهزة الريسيفر الصيني، يعني الصين عملهن عشان يفتح الأجهزة الصيني، يعني أساسا نازل للأجهزة الريسيفرات. جميع الأجهزة الريسيفرات يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، ده مدينا في الورقة دي الأجهزة اللي احنا ممكن نشغلها عليه، اهي جاب لنا من أول أسطرة لحد في الآخر كده حوالي 377 ريموت. بس ده غير واقع يا جماعة، كل كود، كل ريموت من ده ليه كود. يعني مثلا أسطرة ليه كود بيتكون، طبعا أي كود بيتكون من 3 أرقام 001 001. شايفين يا جماعة 001 مشغل كم أجهزة؟ يعني الكود الواحد يا جماعة ممكن يشغل 4 أجهزة، 10 أجهزة، 20 جهاز، 30 جهاز، 40 جهاز. فهي غير واقعية الورقة دي، بس هم محددين لنا هنا ب 377، إلا إن كود، كل كود من الأرقام من الكودات دي بيشغل كودات كتيرة وأجهزة كتيرة بأسماء مختلفة وبيفتحها. طبعا ساعتها يا جماعة احنا يعني طب ازاي نستخدم او مدينا دي ليه؟ طبعا لو انا عارف الريموت بتاعي، عارف شكله من الاشكال الموجودة دي كده مثلا زي ما احنا شايفينه يا جماعة، وعرفنا الشكل بتاعه، بناخد الكود بتاعه ده مثلا الأسطرة 001 حاجة زي كده، مثلا هنا سترونج اهو مثلا 010 001 10. فكل يا جماعة ريموت من الريموتات المستخدمة مع أجهزتنا ليه كود بيتكون من 3 أرقام. لو احنا خدنا الرقم ده وضربناه أو سجلناه هنا هيشتغل الجهاز بتاعنا على الريموت المتعدد. الريموت المتعدد ده يا جماعة بيشتغل، يعني بص مكتوب كام يا جماعة؟ 3000 IN. فواقعيا ده يا جماعة بيشتغل يعني على يمكن أكتر من 3000 جهاز، ويمكن أكتر بكتير كمان. طبعا ده بيفتح على جميع الرسفرات، بيفتح التلفزيونات، وهنوره لكم عن تجربة تلفزيونات الصيني، الأجهزة اللي حتى الحاجات الياباني بيفتحها. وده يا جماعة الحل النهائي لضياع الأجهزة، لضياع الرسيفر عندي. أنا ما عنديش حل تاني، أنا مش لاقي الريموت. وساعات بعض الأجهزة تلفزيونات يا جماعة يعني مثلا ما بعرفش اتعامل معاها غير من خلال الريموت، او مثلا عايز افتح يتقفل ويتفتح بالريموت بالايه لازم يتفتح بالباور بتاع الريموت، فاحنا محتاجين الريموت. كمان ممكن عايزين نحفظ اجهزة التلفزيون، عايزين نحول من حالة مثلا القنوات الارضية للقنوات الايه للاوديو والفيديو عشان يشتغل مع الريسيفر. ففي مفتاح التحويل اللي هو بيغير ويجيب الاوديو والفيديو، بيبقى في بعض الاجهزه زي التوشيبا مثلا ما فيهاش الحكايه دي، ما فيهاش المفتاح اللي ينقلني على الاوديو والفيديو. فطبعا لو عندنا ريموت زي ده او عنده الريموت الاصلي هحول واجيب الاوديو والفيديو. طبعا دلوقتي هنوريكم طريقه البحث بتاعتها. طريقه البحث الاولانيه يا جماعه
بنعرف لو احنا عارفين الجهاز بتاعنا من خلال الشكل ده من خلال الريموتات دي بنعرف الكود بتاعه زي مثلا زي أسطرة 001 بنعمل ايه يا جماعة؟ هنا في مفتاح اهو ده وده الاحمر ده اللي بيدخلنا على الكود او على 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 الايه على الريموت ده على الجهاز الريموت ده ونقدر ايه نسجل الكود. ندوس على ده اللي هو ست وجهاز الباور احمر. لازم يا جماعه نثبت اللمضه الحمراء دي تبقى ثابته منوره وبعد كده مدخلين الكود 001 وروح دايسين على ست كده كده اتظبط على ايه الكود بتاع 001 اللي هو هيشغل أسطرة. عايزين كود تاني نفس الحكايه يا جماعه اهو كده نحط مثلا سترونج 0010 اهو ثبتنا اللمضه بالمفتاح الاحمر بتاع الباور والست ده كده ثبتنا اللمضه. اهم حاجه تثبت اللمضه لو ما ثبتهاش مش هينفع اهو كده يا جماعه اهو. فنروح حاطين بقى الكود ثبتنا اللمضه 010 ونروح دايسين على الايه الست كده اتبرمج مباشره كده ده عن طريقه معرفه الكود بتاع ريموتك. طبعا لازم تعرفه بعد كده عشان بعد كده لو حصل تجيب الريموت ده وتايه وتدخل الكود. طب عايز بقى انا مش عارف كودي ولا عندي الورقه دي طريقه البحث في طريقتين. طريقه البحث ان نعمل كده يا جماعه بصوا ادوس على ست وايه وعلى الاحمر ادوس على ست ده كده والاحمر واثبت ايه اللمضه واجي قدام العدسه بتاعت التلفزيون واروح دايس على ايه على الاحمر ده هلاقي اللمضه كده بصوا يا جماعه بتبربش اهي. كل بربشه دي يا جماعه بكود وهنبدا من 001 اهو كده يا جماعه كده هو بيبحث يفضل 01 001 002 003 004 كل بربشه من البربشه دي يا جماعه بتدخل لي كود بتاع ريموت تاني. طبعا انا هبدا من امتى؟ طبعا عشان ابدا البحث في اي جهاز انا مش عارف الكود بتاعه لازم ابدا من اول كود معمول للريموت ده وهو 001 الاول اظبطه على ايه 001 عشان ابدا البحث من اول 001 اي من اول الكودات بتاعه الريموتات. كده انا بخليه يبدا من الاول خالص 001 بعد كده هو يا جماعه اروح دايس على ست وعلى الاحمر ده واخليه بقى ايه يبحث كده اهو يا جماعه اهو اهو كده هو بيبحث واكون ايدي او صبعي الصغير حطه على هنا. اول يا جماعه ما يطفي التلفزيون يطفي قصدي الريسيفر يطفي لان انا كده انا بقول له اما يجي الكود بتاعي اطفي فيروح مطفي. اول ما يطفي يا جماعه اروح انا على طول دايس على ايه ست كده يا جماعه بسرعه اول ما تطفي عيني على الشاشه اول ما تروح قافله ويطفي جهاز الريسيفر او يديني النقطتين الدوائر ديك او الاصفار وبينهم نقطتين في اي فعلت الستاند يروح ايه اروح دايس على ست كده يبقى اتبرمج معاه على طول. ده طريقه البحث الاولى. في طريقه تانية يا جماعه نفس الحكايه كده اهو ندوس على ست وعلى الاحمر ده عشان نبدا من اول الكودات. ادي اول كود زي ما قلنا 001 واروح دايس على ايه ست. بعد كده هعمل ايه بقى طريقه البحث بقى بمفتاح الفوليوم اروح منور اللمضه تاني واروح جاي على مفتاح الفوليوم ده ده مفتاح الفوليوم يا جماعه بالزائد وده بالناقص ده بيزود الصوت وده بيقلل وبيقلل الصوت. نفضل بقى احنا اللي نبحث كود كود هنوجه الجهاز ده للريسيفر اهو كده زي ما احنا شايفين كده يا جماعه ونديله كود كود. اول كود يا جماعه بعد 001 002 003 004 بص يا جماعه اللمضه بتبربش اهو نتيجه ان انا بدوس على مفتاح الفوليوم فانا بغير الكود بنفسي اهو كده مش البحث الذاتي لا ده انا بعمله بقى ايه وافضل كده 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 لحد ما يلقط معاه ايه. في حاله بقى اما انا ببحث بمفتاح الفوليوم ده مش هيطفي لي الجهاز لا ده هيجيب لي التدريج بتاع الصوت اللي بيبقى على الشاشه بتاعه التلفزيون او بتاعه الريسيفر هلاقي الشريط اللي هو بيطلع ده اللي بيبين درجه الصوت واطيه او عاليه كده يا جماعه اهو 2 3 نفضل ايه نبربش كده اهو كده 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 لحد ما يلقط الجهاز اللي انا الريسيفر او التلفزيون ويجيب لي ايه ويجيب لي الشريط على شاشه التلفزيون. اول ما يعمل كده يا جماعه اول ما تجيب لي الخط ده كده اروح انا عامل ايه بو اروح دايس على مفتاح الست ده
كده يبقى هو اتبرمج معاه. دولك اهم اتنين طريقتين لبقى البحث بالطريقة دي، سواء بوضع الكود او بالبحث، ان انا ابحث بالمفتاح الاحمر وست، او ان انا اثبت اللندا كمان وادوس على مفتاح الفوليوم بالزائد وابدأ من اول الكودات الاول 001 وافضل ادوس كده كود كود لحد ما يشتغل معايا وما تيأس. ممكن توصل ل600 و700. دلوقتي الريسيفرات يا جماعة الحديثة اللي هي اللي بنقول عليها الاتش دي بنعد الربعمية، بنعد الربعمية كود لحد اكتر. طبعا ده هيختلف من ايه، عدد الكودات بيختلف من على حسب الايه الدوك، على حسب ده ممكن يشتغل لحد 400 كود مثلا او 500 او 600 او 700، وما نعرفش ايه الزمان هيعمل معانا ايه، يمكن يخلوه 1000 و2000 وحاجات زي كده. يعني ممكن يفتح كودات كتيره من 001 لمثلا 600 700 700 700، ثلاث ارقام اهو 701 702 703 الى ايه لحد ان شاء الله ما تكتر الكودات معانا. المهم كده يا جماعه هنجرب كده على الريسيفر اول حاجه، وهنوريها لكم على الريسيفر والتلفزيونات ان شاء الله. زي ما احنا شايفين يا جماعه ده الجهاز اللي انا بشتغل بيه دوك، زي ما احنا شايفين اللي عندي في الورشه اهو، ده اهو يا جماعه زيرو، ده واقف على محطه 55. طبعا ده اسمه سوبر ديجيتال. سوبر ديجيتال ده يا جماعه ده بيشتغل على دريم صف واحد. الناس اللي هي عندها دريم صف واحد هيعرفوا شبه الأسطرة كده وتحتيه صف. ده بيشتغل على كود يا جماعة 048 هو والدريم اهو. بص عايزين بقى نشغله على ده، هنعمل كده يا جماعة، هندوس على ده وده كده اهو، ونورنا اللمضة الحمراء وثبتناها، ونكتب بقى على الجهاز او ندخل الكود ده 084 ونروح دايسين على ايه 6 كده اشتغل يا جماعة. نشوف بقى كده اشتغل. طبعا ده مفتاح القنوات اهو يا جماعة، بصوا شوف كده معايا اهو 52 53 54 اهو. بصوا يا جماعة اشتغل، ولو حبينا نقفله اهو قفل معانا اهو يا جماعة، وشغلناه بالريموت المتعدد. دي طريقة استخدامه لما نعرف الكود. طب لو احنا بقى عايزين نبحث اهو، هندخل طبعا هنبدأ الكودات من اولها 001 اهو كده كده يا جماعة 001 مش هيشتغل اهو، بصوا مش هيشتغل، لا ده كود تاني، ده انا بدأت الكودات من اول 001. بعد كده يا جماعة هنعمل ايه بقى؟ نخليه يبحث طبعا عشان نختصر الوقت. هنبحث من بعد مثلا 40، فنحط مثلا 040 اهو كده، ونبدأ بقى ايه. بصوا يا جماعة نخلي 40 كده احنا عملناه على 040، وبعدين نروح مشغلين اللندا دي وندوس على اللندا الحمراء عشان يبحث. بص يا جماعه اهو كده، نخليه بقى ايه يبحث كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ابحث وايدي يا جماعه على ده 41 42 43 44 45 46 47 48 اهو. بص يا جماعه قفل معايا كده، قفل معايا، اروح انا فاتحه كده واشوفه اشتغل عليه ولا لا، لحد ما وصل ل 048 اللي هو الكود بتاعه اهو كده يا جماعه اهو 08 وايه 8 اهو، اشتغل يا جماعه 048، ونحرك كده اهو اهو. بعد كده يا جماعه عايزين بقى نجرب الطريقه الثانيه اللي هي بالايه بالمفتاح الفوليوم اهو يا جماعه. هنبدا بقى من اول البحث نبحث بالايه بالضغط على مفتاح الفوليوم الزائد او الناقص اهو يا جماعه. نفتح كده ونثبت اللندا زي ما احنا مثبتينها كده، ونحط مثلا نبدا من اول الكودات 001 وندوس كده بدا ايه اللي هو بقى 001. طيب احنا عايزين عشان نختصر الموضوع، احنا عارفين ده على 048، نروح مثلا نبدا من نحط كود من اول 040 كده يا جماعه، ونثبت اللندا كده الحمراء، ونحط يا جماعه 040 وندوس على ده كده خلاص. هنبدا بقى نبحث من اول 040 لحد ما نوصل لل 048 بتاع الجهاز ده اهو كده، وبعد كده نعمل كده يا جماعه، نثبت تاني اهو كده، ونفضل بقى ندوس 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو يا جماعه، زي ما احنا شايفين كده وصلنا ل 48 اهو،
برضو هنحول على الجهاز برضو بنفس الجهاز كده اهو 46 47 48. دي طريقتين بتوع البحث، سواء بالكود او بالبحث، نحط كود او نبحث، او نبحث بمفتاح، ندوس بمفتاح الفوليوم بعد ما تثبيت اللندا الحمراء. وهنكمل ونهرولكم بقى في التلفزيونين، في تلفزيونين الصيني والتلفزيونات الياباني. هنجرب يا جماعة كده الريموت اهو زي ما احنا عارفين طريقة الاستخدام. طبعا عشان ندخله في عملية البحث ندوس على الزرار ده اهو كده يا جماعة كده اهو، ونثبته على نثبت اللندا الحمراء بالطريقة دي بالمفتاح ده وبالمفتاح ده، مفتاح ست ومفتاح الباور الاحمر. بعد كده نحط الكود بتاعه، لو احنا عارفين الكود بتاعه، على سبيل المثال انا عارف الكود بتاعه 064، ده جهاز صيني اي جي اي انترناشونال. بصوا يا جماعه نحط الكود بتاعه ازاي، ادي 064، وبعد كده ندوس على 6 عشان ينفذ يتبرمج على التلفزيون. ونشوف كده يا جماعه اهو، نجرب تاني اهو يا جماعه كده، بصوا اهو 064 كده نجرب كده بسم الله. بصوا يا جماعه اهو كده، بصوا يا جماعه المؤشر اهو، هنزوده كده، انا ما اعرفش احنا مش ناقصين كده، بننقص اهو. بصوا يا جماعه وكده هنقفل اهو بسم الله اهو كده قفل اهو يا جماعه بنفس الريموت اهو. عايزين نقول يا جماعه ان ممكن الريموت ده يشتغل على التلفزيونات اهو، فتحت تاني اهو. طبعا دي طريقه من طرق البحث. في طريقه تانية ان احنا نحط اوريكم كده يا جماعه برضو أهو. لو احنا بقى يا جماعه مش عارفين الكود، يعني احنا عندنا جهاز كده ومش عارفين الكود، نجرب ازاي؟ هندوس برضو يا جماعه كده ده من اول كده، ونجيب اول الكودات بتبدا من ايه يا جماعه على الريموت ده 001، وبعدين نروح دايسين ايه على 6 اللي هو اللي ده كده، تثبت على 01. طبعا كده مش هيشتغل اهو زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، ما اشتغلش اهو اهو يا جماعه. طب ده 064. طبعا عشان نختصر الكودات لسه هيبحث وما ناخدش وقت كتير، احنا مثلا هنبحث من بعد 60 مثلا، نروح مثبتين اللندا كده يا جماعه، الزرار ده والزرار ده الاحمر بتاع الباور والست، ونروح حاطين كود بقى مثلا 060 عشان نقرب ونخلص. يعني ادي 0 وادي 6 وادي 6 تاني وادي، ونديله ايه بعد كده ندوس 6 عشان ايه يثبت الكود ده. كده احنا مظبطينه على ايه 060. احنا بقى الجهاز بتاعنا ده 4064 اللي هو الصيني. نروح ايه راجعين بقى يا جماعه نبحث، هنبحث بالطريقه دي يا جماعه، الزرار ده ندوس عليه كده اهو كده، والحمرة دي اللندا طبعا دي هتحمر نتيجه ان احنا ثبتناها بالزرار الاحمر والمفتاح اللي تحت ده. بعد كده نيجي على مفتاح الفوليوم ده يا جماعه، وندوس نزود. بصوا يا جماعه اهو كده، نفضل نزود لحد ما نوصل للكود بتاعه، او لو احنا مش عارفين هنبدا من 011 001 اهو يا جماعه كده. نقول بقى ايه بعد، احنا عاملين الكود من اول 60 61 62 62 63 64. طب انا هرجع تاني يا جماعه عشان ما اتظبطتش اهو يا جماعه كده. ندوس بقى على ايه الفوليوم الزائد اهو، الزرار ده في هنا زائد وهنا ناقص بسم الله اهو كده يا جماعه، 62 64 65 اهو برضه يا جماعه، انا مش مالك معلش اهو يا جماعه كده. نرجع ونعد من اول وجديد اهو 61 62 63 64 يا جماعه اهو، العلامه ظهرت اهوك الحمد لله. وبعد كده نروح دايسين على 6 كده ونشوف كده يا جماعه اهو كده، احنا بنزود اهو يا جماعه وبننقص اهو كده، ننقص اهو، والجهاز
يقوم بقى بوظائفه زي ما احنا شايفين كده، وممكن يقوم ببعض الوظائف ووظائف لا، بس احنا بنقول ايه نص البلا ولا البلا كله. ممكن احنا محتاجين ريموت زي ده يفتح لنا الجهاز او يجيبه لنا على وضع الاوديو والفيديو. طبعا هنجربه على اجهزه تانية ان شاء الله وهنوريها لكم برضه. يا جماعه معانا جهاز توشيبا العربي برضه، ممكن توليفه على الجهاز اللي هو المتعدد دوت ويقوم برضه بالوظائف بتاعته. انا هنا مبرمجه على 287، ده توشيبا العربي 14 بوصه 40 قناه زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. ادي مفتاح الصوت اهو اشتغل اهو زي ما احنا شايفين كده اهو كده يا جماعه. وادي بتاع القنوات عادي اهو بينقل اهو. وهنا برضو بيجيب الاوديو والفيديو اهو زي ما احنا شايفين. طبعا من المعروف ان الجهاز ده مفهوم، ما بتعرفش تقلب اوديو وفيديو غير بالريموت، مفهوش زرار للاوديو والفيديو اهو كده يا جماعه. قلب اوديو وفيديو اهو عادي واشتغل عادي. ارجو طبعا الطريقه شرحتها هي نفس الطريقه اللي استخدمناها في التلفزيونات الصيني، او الطريقه برضو اللي عملناها مع الريسيفر عن طريق البحث، او بنثبت اللمضه الحمراء ثم بنبحث، او بنستخدم مفتاح الفوليوم بعد تثبيت اللمضه وندوس كود لحد ما نجيب كود التلفزيون اللي قدامنا، او يكون احنا عارفين الكود بتاعه. ارجو اكون وضحت الفكره، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.